السلام عليكم. اليوم وصلنا الدرس الخامس من دورة تحسين خط لتعلم خط الرقم. اليوم راح ناخذ 3 حروف مرتبطة مع بعض، هي الفاء والقاف والواو. هسه نقول شلون الفاء والقاف قريبات، الواو شلون؟ دن يشتركن بنفس رسم الرأس. الرأس شلون نرسم؟ نتعلم رسم الرأس هذا الشكل، نقطة جانبية، التفاف، نزول. هاي الحركة تصير مكان واحد ثابت بهذا الشكل، شوف بهذا الشكل راح تكون هنا نقرة تقوس نزول. القلم لزمه وفرب مكانه، شوف هذه الحركة. طبعا هنا نعطيه شوية عنق زائد حرف باء، راح يصير لنا حرف فاء هذا الشكل. صار رسمناه، شوف العنق، نجي منين؟ من العنق نلزم منها مثلا ونجي، هذا حرف باء صارت لنا فاء. نفسها نفسها نجي نخليها نون، صارت لنا قاف. القاف يا اما نقطتين اعلى يا اما بس موش مبالغة يعني. هاي نفس الحركة حط لها راء صارت واو. إذن هذه زائدا زائد باء زائدا نون زائدا راء راح تطلع لنا فاء قاف واو. الاتصال، إذا أجدت في وسط الكلام مثلا، خلينا نشوف بداية الكلام نفس هذه الحركة، طبعا ما عدا واو، الواو مفردة تيجي بداية الكلام مثلا، وتين واو وحدة، وفاء والقاف بداية الكلام نفسها كأنما ترسم فاء. هذا مثلا قمر مثلا، هذا نقطة، هذا قاف، تجي من وراها ميم وراها، هذا قام قاف الآن. الفاء مثلا فأر نفسه، هذا قاف هذا فاء. إذا وسط الكلام مثلا بقر أو يفر هذا الشكل، تجي صرت تقوس عبارة عن مثلا شوف بقر باء القاف، شو أسوي؟ 3 نقاط صاعدة، ومن هنا تنزل 3 نقاط. بس هذا إذا أجمعها شو يصير بهذا الشكل؟ يعني رقم 5 بقر، أو يفر نفسه، شوف هنا بقر هنا يفر. إذا أجدت بنهاية الكلام طبعا متصلة، هنا راح يصير عندنا حالتين، حرف الفاء يبقى بتجويف مثلا كلمة بها فاء مجوفة
رفيف مثلا، شوف نكتب رفيف، ياء فاء عفوا نسمي، أو مثلا صيف، مثلا صيف خلينا نكتب لكم صيف مثلا. هذا صاد، يا صيف، نا صارت مجوفة. ليش؟ الفاء كأنما قبلها نقطتين بعد نقطتين، فكأنما بالوسط بعدها، لكن الفريق يا قاف شلون راح تصير؟ مسدودة. ليش؟ لأن كأنما هنا أنا رسمت حرف واو، شوف لي جاي واو مثلا يوقد، هذا يو، شوف التشابه، فكأنما انتهت، فتصير هنا أنا مسدودة. هذا طبعا واو متصل، القاف هنا نفس الواو مسدودة، بس الفاء تبقى مفتوحة، واضح؟ هذا الفرق بين الفاء والقاف. نهاية الكلام، لحد هنا درسنا انتهى إن شاء الله اليوم، مع السلامة.